أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين وفي عناوينها. إيران تعلن نجاح علمائها في إنتاج الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. 8 قتلى وعشرات الجرحى في إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية. If Russia continues to interfere with our democracy, I'm prepared to take further actions to respond. بايدن يتوعد روسيا بالمزيد من العقوبات والصين تعتبرها إجراءات هيمنة أحادية يعارضها المجتمع الدولي. غارات إسرائيلية على غزة فجرا والاحتلال يواصل اعتداءاته على المقدسيين لليوم الثالث من شهر رمضان. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع إليسار، ماذا لديك؟ في الاقتصاد، بعد إجراءات المصرف المركزي السوري للسيطرة على سعر الصرف وإعادة الدولار إلى القنوات الرسمية، سعر صرف الليرة في السوق الموازية يرتفع. وموجز الأخبار الرياضية في الظهيرة مع مايك شلهوب، ماذا لديك مايك؟ سنتابع رانا مسلسل تجديد عقد ميسي الذي بدأ برشلونة يقدم عرضه الأول للحفاظ على أيقونته الأرجنتينية. أهلا بكم. إيران تعلن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، هذا ما أكده اليوم مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، مشيرا إلى أن عمليات التخصيب حاليا تجري في منشأة الشهيد أحمد روشن في نطنز. مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية كشف كذلك أن إيران أنتجت 9 جرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في الساعة، وأشار إلى أن العمل جار على التخصيب بنسبة 20% في الوقت نفسه، مؤكدا عدم وجود أي تلوث في موقع نطنز. هذا الإعلان كان قد استبقه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليبوف بتأكيد نجاح العلماء الإيرانيين الشباب مساء أمس بالحصول على يورانيوم مخصب بنسبة 60%. وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني في تغريدة له إنه يبارك للشعب الإيراني هذا الإنجاز، مضيفا أن هذا الشعب سيحبط بإرادته العظيمة أي مؤامرة، كما قال. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران مراسل الميادين مالك عابدة. مالك مرحبا. إعلان إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما أهمية هذا الإعلان وماذا سيتيح ذلك لإيران؟ نعم أحمد، تحية لك وللسادة المشاهدين. في هنا في إيران الكثيرون الآن باتوا يتحدثون عن مدى وجدوى هذا الإجراء والإعلان عن هذا الإجراء وتأثيره على محادثات ومباحثات فيينا. في الحقيقة من المؤكد يرى البعض أن هذا الموضوع وهذا الإجراء سيكون له تأثير ومدى بعيد، إذ أن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي ورئيس مجلس الشورى أرادوا أن يمد فريق المباحثات المتواجد حاليا في فيينا بورقة ضغط أقوى بثلاث مرات من تلك الورقة التي كانوا يحملونها في الأسبوع الأول من المباحثات، حين كانت إيران في ذلك الحين تخصب اليورانيوم بنسبة 20%. اليوم بات الوضع مختلف، 60% كلمة ليست سهلة، هذه الكلمة تقلق الأوروبيين وتقلق الأمريكيين بشكل فعال. أحمد، مع الأخذ بعين الاعتبار يعني التصريحات يوم أمس للرئيس الإيراني حسن روحاني حين قال بأن إيران بإمكانها أن تخصب اليورانيوم بنسبة 90%، والكلام الحديث اليوم لعلي أكبر صالح حين يقول بأن التخصيب بأي نسبة لإيران بات اليوم متاحا فهو فقط نسبة مجال وقت في لإيران فقط، فإن هذا الأمر في الحقيقة طهران تريد أن تضع الكرة في ملعب الأوروبيين والأمريكيين، فتقول لهم إما أن تزيلوا العقوبات بشكل كامل وترضخوا للشروط التي نضعها نحن، أو عليكم مشاهدة مزيد من المفاجآت. فقط التخصيب بنسبة 60% ليس الكلام الوحيد المهم في كلام صالحي أحمد. يعني في الحقيقة
تحدث عن موضوع التلوث الإشعاعي الذي أثير من قبل الإعلام الغربي والإسرائيلي، نفى أن يكون هناك أي تلوث إشعاعي، وقال بأنه لو كان هناك بالفعل تلوث لما كان عمليات التخصيب لا تزال حاليا، أو لما كان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقومون بعمليات التفتيش في نطنز. هذا من جهة. من جهة أخرى أكد على موضوع مهم، وهو أن التخصيب بنسبة 20% لا زال يجري على قدم وساق. والموضوع الأكثر أهمية هو أن الصالة التي تم استهدافها وقطع الكهرباء عنها اليوم في هذه الليلة سوف تعلن إيران أنها سوف تعود إلى عملها. أحمد، بعجالة، هناك رسالتان تريد إيران إيصالهما، رسالة خارجية ورسالة داخلية. الرسالة الخارجية موجهة للأوروبيين وللأمريكيين وللإسرائيليين وبعض الدول الإقليمية في المنطقة من أن التقنية النووية، تقنية التخصيب في إيران أصبحت وطنية، وبالتالي لا يمكن إيقافها لا بعمليات التخريب ولا باستهداف العلماء. وأيضا الرسالة الداخلية موجهة لمن يحاول القول بأن البرنامج النووي الإيراني أصبح ضعيفا أو قتل البرنامج النووي الإيراني عبر الاتفاق الذي تم إبرامه عام 2015. مراسلنا في طهران مالك عابدة، شكرا جزيلا لك. في غضون ذلك أكد رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري أن القوات المسلحة مستعدة للرد الحاسم على أي تهديد أو عمل من قبل الأعداء. رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية شدد في رسالة إلى قائد الجيش الإيراني بمناسبة عيد الجيش على أن القوات المسلحة عززت من قوة الردع والدفاع للبلاد وأربكت حسابات نظام الهيمنة والصهاينة في تنفيذ استراتيجية التهديد وجعلتهم أمام تحدي حقيقي. وكانت الجولة الثانية من المحادثات النووية قد جرت أمس بين وفود إيران ومجموعة الأربعة زائدا واحدا وممثل الاتحاد الأوروبي. المندوب الروسي قال أن الأجواء خلال مباحثات فيينا كانت إيجابية، وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة المناقشات الفنية في اجتماعات الخبراء المختصة بالبحث في مسألة رفع العقوبات والالتزام بالتعهدات. مسلسل عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مستمر، وآخره وقع في مدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا وأدى وفق حصيلة أولية إلى حصيلة يطلعن عليها. أحمد، فعلا رانا، المتحدثة باسم الشرطة الأمريكية قالت أن الهجوم أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في إطلاق نار، وأوضحت أن القتلى سقطوا فورا نتيجة إطلاق نار في مبنى فيدكس للبريد، وأضافت أن العديد من الضحايا نقلوا إلى المستشفى. هذا الهجوم الذي لم تتضح ملابساته سبقته عملية إطلاق نار مختلفة من بينها إطلاق نار من قبل الشرطة على فتى لم يتجاوز 13 من عمره في شيكاغو. وقد نشرت شرطة شيكاغو لقطات مصورة تظهر لحظة قتل أحد ضباطها بالرصاص الفتى قبل أكثر من أسبوعين. وأظهر فيديو الكاميرا الشخصية للضابط ملاحقة الأخير الصبي آدم توليدو بعد أن أمره بالتوقف في زقاق مظلم بمدينة ليتل فيليج، ليطلق الضابط بعد ذلك النار على الصبي في صدره. وبالتوازي وعقب ليلتين من الاضطرابات في مدينة بروكلين سنتر بولاية مينيسوتا شمال الولايات المتحدة، تواصلت الاحتجاجات على خلفية مقتل شاب عشريني من أصول أفريقية قبل أيام على أيدي الشرطة. وقد تجمع المئات من المتظاهرين الغاضبين قبالة مركز شرطة بروكلين سنتر بعد إفراج السلطات عن الشرطية التي تسببت بمقتل الشاب بكفالة مالية. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط اعتقال العشرات منهم. ومعنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر، أهلا بك، كيف يبدو الوضع في أنديانا وماذا عن الإجراءات التي يريدها الرئيس جو بايدن، يعني ولا تحتاج موافقة الكونغرس، وتلك الخطة التي يريدها وتحتاج هذه الموافقة؟ طبعا أخبار عمليات ما يسمى بالقتل الجماعي، ولكن هي يعني جرائم بسبب وفرة السلاح في الولايات المتحدة وعدم ضبطه،
يستفيق الأمريكيون على مأساة كل يوم تقريبا، وهذه المأساة الجديدة فعلا مفجعة بالنسبة لأهالي الضحايا. هي جرت في القرب من مطار، حيث أن فيدكس يعني تقوم بعملية الشحن من هناك. المعلومات الأولية تقول بأن مطلق النار أتى إلى باحة يعني أو الموقف السيارات الذي يتبع لمركز فيدكس، وبدأ بإطلاق النار. المعروف أنه ربما على الأقل يحمل كان رشاشا، ليس التفاصيل ليست معروفة، وثم انتقل إلى الداخل وأطلق الرصاص أيضا، وسقط 8 قتلى وربما ما يعادلهم أو أكثر من الجرحى. لا تزال المعلومات حتى الآن محدودة، الدوافع غير معروفة، التحقيقات لا تزال جارية، وهذا المسلسل الأمريكي للرعب والخوف والقتل مستمر في الولايات المتحدة. والإجراءات التي يحاول بايدن اتخاذها، هذه الإجراءات هي تحاول تجاوز عقبات الكونغرس، الكونغرس الذي يسيطر فيه يعني مجموعة التي تدافع عن حمل السلاح وتحتمي بالدستور، لا تزال تعترض على الخطوات التي يتخذها بايدن. وأيضا الذين يعتبرون أنه هناك ضرورة لضبط السلاح يعتبرون أنه ما يقوم به أيضا هو قاصر عن كل الإجراءات، لأنه المطلوب هو أيضا في مسألة أخرى تتعلق بعنف الشرطة في ضبطها بشكل أكثر، خاصة في ظل استمرار عمليات القتل التي تتم للعديد. سوف تبقى معنا منذر لملف آخر خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية. أحمد، هذه التطورات الأمريكية الداخلية لم تشغل الإدارة الأمريكية عن مواصلة سياسة التصعيد ضد روسيا بعد العقوبات الجديدة التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع حدة التوتر بين البلدين، بحيث أكدت موسكو أنها سترد على هذه العقوبات وأن واشنطن ستدفع الثمن. تقرير مريم عثمان. أيام تراجع واشنطن أمام تصرفات موسكو انتهت، قالها بايدن بعد أيام من دخوله إلى البيت الأبيض، لينفذها اليوم عبر سلسلة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية طالت 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا، اتهمهم بقيادة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. اليوم اتخذت عدة خطوات، منها طرد دبلوماسيين روس. لقد أوضحت للرئيس بوتين أنه كان بمقدورنا المضي إلى ما هو أبعد من العقوبات، لكنني اخترت التصرف بشكل متناسب. في حال استمرت موسكو في التدخل بديمقراطيتنا، سنتخذ خطوات إضافية للرد عليها. حديث بايدن عن التنسيق لعقد قمة بينه وبين الرئيس بوتين وأهمية خفض التصعيد بين البلدين لم يخفف من وطأة الرد الروسي على الإجراءات الأمريكية. الخارجية الروسية أكدت في هذا السياق أن واشنطن ستدفع ثمن تدهور العلاقات مع موسكو، في إشارة إلى أن روسيا حذرت الولايات المتحدة مرارا من عواقب فرض عقوبات عليها. الرد على العقوبات الأمريكية لا مفر منه، واشنطن تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث وستدفع ثمن تدهور العلاقات الثنائية. إلى مزيد من التصعيد تتجه العلاقات الروسية الأمريكية قبل انتهاء 100 يوم على عهد بايدن، الأخير يسعى إلى تنفيذ وعوده الانتخابية الصارمة تجاه روسيا ليبرهن اختلاف سياسته عن سياسة سلفه ترامب في هذا الخصوص، فيما تتخطى العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو كونها ردا على تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الأمريكية العام الماضي، لتعبر عن قلق أمريكي واضح من تصاعد النفوذ الروسي في المنطقة. عود من جديد إلى واشنطن وإلى الزميل منذر. إذن هذه العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، ماذا تأمل واشنطن أن تحقق من خلالها في هذه المرحلة، ولا سيما بعدما قال الرئيس بايدن أنه على تنسيق لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو قال أنه يجب أو حان الوقت لإنهاء هذا التصعيد؟ يعني فيما يتعلق في الوضع الداخلي الأمريكي، هناك رغبة من بايدن بإظهار تشدد مقابل التراخي الكبير الذي كان يقدم عليه ترامب، وهذا يلاقي نوع من التجاوب حتى داخل الحزب الجمهوري،
بالإضافة للحزب الديمقراطي، ولكن هو يرسل إشارة يعني متناقضة. من جهة اتصل به قبل إصدار كل هذه العقوبات وكأنه يحاول تحذيره حولها، وفي نفس الوقت هو يقصد إظهار حزم في أن روسيا في إن كان في عمليات القرصنة التي تتهم بها والتي استهدفت 9 يعني جهات حكومية أو التدخل في الانتخابات الأمريكية بأنه سيكون حازم في هذا الموقف، ولكن أيضا تحدث عن الملفات التي يمكن التحاور معها وخاصة فيما يتعلق في تخفيض الأسلحة الاستراتيجية في موضوع كورونا وفي الأزمات الدولية. فإذا هي رسالة مختلطة يرسلها بايدن، يحاول إظهار الحزم وفي نفس الوقت يحاول نوع من ردع روسيا عن الاستمرار فيما تعتبره واشنطن أنه خطوات تستهدفها، تستهدف النظام الأمريكي الانتخابي إلى آخره. وبالتالي من هنا هناك توقعات بأن روسيا أيضا سيكون جوابها أيضا مختلط الجواب، بمعنى أنها سترد بطرد ربما دبلوماسيين وغيرها وعقوبات من طرفها، وفي نفس الوقت أيضا لن يعني تتراجع عن إمكانية اللقاء. وهناك أيضا موضوع مثلا حتى الانسحاب من أفغانستان يحتاج إلى التعاون الروسي، وأعتقد أنه في هذه الملفات سيستمر التعامل الروسي الأمريكي. مدير مكتبنا في واشنطن منذر سليمان، شكرا جزيلا لك. وفي سياق متصل بالتوتر الأمريكي الروسي، اعترضت مقاتلة روسية طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من نوع RC-135. الطائرات الروسية وهي من طراز MiG-31 اعترضت الطائرة الأمريكية أثناء اقترابها من الحدود الروسية فوق المحيط الهادي، ما أجبر الهدف الأمريكي على تغيير مساره والابتعاد عن الأراضي الروسية، فيما عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار العسكري وفق وزارة الدفاع الروسية. وعلى خط آخر، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة البريطانية لدى روسيا إلى مبنى وزارة الخارجية ردا على استدعاء الخارجية البريطانية للسفير الروسي لدى لندن. السفيرة البريطانية لم تدلي بأي تصريح في وقت كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا وصفت فيه استدعاء السفيرين الروسيين في بولندا وبريطانيا بأنه تفاعل تسلسلي لبلدان حلف الناتو لدعم العقوبات الأمريكية الجديدة على بلادها. الخارجية البريطانية كانت قد أعلنت من جهتها استدعاء السفير الروسي في لندن أندري كيلن. الخارجية البريطانية قالت أن نائب وزير الخارجية البريطاني فيليب بارتون اتهم روسيا خلال استقباله كيلن بالوقوف وراء اختراق برمجية شركة سولار واينز، مبديا قلق بريطانيا من تزايد حشد القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا وضم القرم بصورة غير مشروعة وفق تعبيره. ومعنا من موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي. سلام، أهلا بك. ما الذي وصل موسكو من خلال العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا وأيضا من خلال كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ أهلا بك إيران. طبعا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن الموقف الأمريكي لحد الآن مضطرب ومرتبك، وكل مرة نسمع شيئا من الولايات المتحدة. أول ما جاء بايدن إلى سدة الحكم في البيت الأبيض قال أنه سيمدد العمل لتغيير ستارت 3، وبعد ذلك تصريحات متناقضة فيما بينها. في آخر التصريحات كان يتهم الرئيس الروسي بأنه قاتل، ثم يتراجع عن كلامه ويدعو إلى قمة مع الرئيس بوتين. وخلال كل هذه التصرفات الأمريكية تأتي عقوبات جديدة على موسكو. طبعا في طبيعة الحال روسيا لحد الآن لا تفهم ماذا تريد الإدارة الأمريكية وكيف ستتعامل، ليس فقط مع روسيا ولكن مع تلك الملفات التي تقول واشنطن أنه لا يمكن حلها بدون مشاركة روسيا، وتريد أن تفعل العلاقات مع روسيا للتوصل إلى حلول في هذه الأمور. موسكو في كل الأحوال
بدأت تنتهج سياسة خاصة بها لا تعتمد على ردود أفعال أمريكية أو تصرفات أمريكية غير يعني من الصعب التنبؤ بها. وعلى هذا الأساس نرى أن أيضا هناك فتور وبرود في ردة الفعل الروسية على مقترح بايدن بإجراء ثم بين الرئيسين صيف هذا العام في أوروبا. وحقيقة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت لنا قالت يعني للميادين بأنه كيف يمكن أن نتفق على ثمة بعد كل هذه التصرفات الأمريكية غير المفهومة وخاصة العقوبات الأخيرة. بلا شك روسيا سترد على هذه التصرفات الأمريكية، ستكون هناك إجراءات جوالية على هذه العقوبات، قد تكون متوازية، قد تأخذ منحى آخر، لكن في كل الأحوال روسيا لن تسقط على هذه التصرفات الأمريكية، وفي نفس الوقت ستستمر في انتهاج السياسة التي تراها تراعي مصالحها القومية وأيضا تراعي أمنها وسيادتها. لذلك موسكو بغض النظر عن ما تقوم به الولايات المتحدة هي تمضي في طريقها كما ترى كما ترى ذلك مع متطلباتها وتطلعاتها، وأيضا هي لا تفكر في نفسها فقط وإنما أيضا في حلفائها والدول الصديقة لها. ولذلك نراها اليوم نشطة على كل الساحات وفي كل الاتجاهات تستقبل وقود مسؤولوها يزورون دول، والأمور بالنسبة لروسيا تجري وتسير على ما يرام كما تخطط لذلك القيادة الروسية ويخطط الرئيس فلاديمير بوتين. واليوم كانت هناك تأكيدات بأن القرار والكلمة الفيصل في كل القضايا بما في ذلك فيما يتعلق بالعقوبات المضادة هي ستكون من صلاحيات الرئيس بوتين، والرئيس بوتين هو الذي سيقرر ماذا ستفعل موسكو. شكرا جزيلا لك سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو. الصين من جهتها سارعت إلى تأكيد معارضتها الشديدة للعقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على روسيا. المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان وصف هذه العقوبات بأنها إجراءات هيمنة أحادية الجانب يعارضها المجتمع الدولي بأكمله، وأمل أن تتمكن موسكو وواشنطن من تجاوز الخلافات بينهما على الرغم من الإجراءات العقابية الأمريكية الجديدة. إلى ذلك فإن الرئيس الأمريكي يبحث اليوم عددا من القضايا الدولية وأبرزها تلك المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الذي وصل إلى الولايات المتحدة. وسيكون رئيس الوزراء الياباني أول زعيم أجنبي سيلتقيه بايدن شخصيا، وقال مسؤولون أمريكيون أن هذه الزيارة تأتي في إطار إرسال طوكيو وواشنطن إشارة واضحة إلى الصين بشأن الأعمال التي تعتبرانها غير مقبولة. وسيبحث الجانبان في مسألة كوريا الشمالية وكيفية الحفاظ على السلام والرغبة في تفادي الاستفزازات. من جهته طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في ظل ما وصفه بالتهديد الروسي. وقال الرئيس الأوكراني أنه لا يمكن لبلاد البقاء إلى أجل غير مسمى في غرفة انتظار الاتحاد والحلف. وحث زيلينسكي الأوروبيين على ترجمة الأقوال إلى أفعال، وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيستقبله اليوم وتنضم إلى اجتماعهما عبر الفيديو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. الوضع في منطقة دونباس هو تحت السيطرة، هناك تحديات بالطبع لكننا قادرون على مواجهتها وجيشنا جاهز وهذا هو الأهم. أود مناقشة بعض التفاصيل شخصيا مع رئيس الجمهورية الفرنسية وهذا هو السبب الرئيسي للقاء مع ماكرون، وبعد اجتماعنا الثنائي سيكون لدينا لقاء مهم عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهو لقاء يأتي وفق صيغة اتفاق نورماندي الحالية. إلى فلسطين المحتلة حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة. مراسل الميادين أفاد بأن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف نقطة مراقبة شرق مخيم البريش وأرضا زراعية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية نقطة مراقبة شرق مدينة رفح.
وفي القدس المحتلة أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان. قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة وسمحت لعدد محدود من أهالي الضفة الغربية بالدخول إلى المدينة المحتلة. هذا فيما انتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داخل الأحياء المقدسية، ما أجبر الفلسطينيين على السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى، حيث تمكن العشرات منهم من أداء الصلاة في الأقصى الشريف. قوات الاحتلال كانت قد وصلت ليلا لليوم الثالث قمع الفلسطينيين وملاحقتهم في شوارع مدينة القدس، واقتحمت هذه القوات المسجد الأقصى بعد الصلاة واعتدت بالقنابل الصوتية على الفلسطينيين في منطقة باب العمود وباب الساهرة وعلى العشرات منهم بالدفع والضرب، وهي اعتداءات رد عليها الفلسطينيون بتحطيم سيارات تابعة للشرطة. وزارة الخارجية الفلسطينية دانت بشدة منع الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من الشهر الفضيل، وقالت الخارجية الفلسطينية إن إعادة احتلال القدس المحتلة والتنكيل بالمصلين يمثل سقوطا للرواية الإسرائيلية، وأوضحت أن الاعتداء الآثم المتواصل ضد القدس ومقدساتها يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي. الخارجية الفلسطينية أشارت إلى أن الاعتداء يشكل تمردا على جميع القرارات الأممية ذات الصلة. أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع أن الاعتداء على المسجد الأقصى والمصلين داخله يشكل صاعقة تفجير لثورة عارمة ضد المحتل الصهيوني ومخططاته العنصرية. القنوع أشار إلى أن الاعتداء على الأقصى يمثل عدوانا متصاعدا بحق الشعب الفلسطيني وتعديا سافرا على حقوقه المشروعة وانتهاكا صارخا لحرية العبادة، معتبرا أنه محاولة يائسة لفرض واقع جديد وتنفيذ إجراءات صهيونية تستهدف المسجد والشعائر الدينية فيه. القنوع دعا الشعب الفلسطيني إلى التوجه نحو المسجد الأقصى والمرابطة في ساحاته في شهر رمضان المبارك، وذلك لحمايته من الاعتداءات الصهيونية المستمرة. الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي نبه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تكريس ضم القدس المحتلة وتهويدها. وفي مقابلة مع الميادين ضمن برنامج حتى القدس، دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة التعاطي مع هذا التهديد بروح المقاومة. لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل أن تجري انتخابات بدون مدينة القدس التي هي عاصمة الشعب الفلسطيني، ومستقبلها يعني مستقبل الشعب الفلسطيني. لذلك لا انتخابات بدون القدس، هذا شيء يجمع عليه الجميع. ولكن في نفس الوقت نحن نقول، وهذا ما اتفقنا عليه، أنه لا يجب ولا يمكن أن نعطي للاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية التي تأخرت 15 عاما. ولذلك الجواب على الاحتلال لا يكون بإلغاء الانتخابات أو تأجيلها بسبب قضية القدس، ولكن بفرضها رغم أنف الاحتلال في داخل مدينة القدس. وبالعكس، أنا أعتقد أن ما يحاول الاحتلال أن يفعله اليوم يعطينا فرصة ذهبية لاستنهاض حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية في داخل مدينة القدس، وقد بدأنا نرى ملامح لذلك بفضل بسالة وعطاء المقدسيين في القدس نفسها. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحرق أعلام كيان الاحتلال للمرة الثانية في القدس المحتلة في ذكرى قيام هذا الكيان على أرض فلسطين.
وأظهرت هذه الوسائل جانبا من أحراق متظاهرين من حركة ناتوري كارتا المناهضة للصهيونية عشرات الأعلام الإسرائيلية، وشهد حي 100 شعري من الحريديم اليهود في القدس المحتلة حالة استنفار ودخول قوات الاحتلال لإنزال علم فلسطين بعد أن رفعها أحد عناصر الحركة، حيث هاجم الجنود الإسرائيليون التظاهرة قبل أن يتلقوا أوامر بالانسحاب. بتعلوقات مخاءه كش من عتصيم وبالتوازي أحيا الفلسطينيون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ذكرى النكبة. تقرير هناء محمد. طوال عقدين تقريبا تحت الحكم العسكري لم تكن باستطاعة الفلسطينيين المهجرين زيارة بلداتهم إلا في اليوم الذي تسميه إسرائيل بيوم الاستقلال، حيث يسمح لهم بالتنقل من دون تصريح. فلسطين عربية، فلسطين. استقلالهم نكبتنا، حفرت هذه المقولة في الذاكرة الجمعية للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، ففيما يحتفل الاحتلال يحيونهم ذكرى نكبتهم. الأجيال اللي جاي تحمل هاي المفاهيم الوطنية وتترسخ فيها، لأنه احنا بنواجه سياسة الأسرلة وتذيب هويتنا، فهذا مهم جدا. أنا حفيد مهجر من اللجوان، أنا هون جاي أكد إنه إحنا إلنا حق عودة، إحنا حق العودة إحنا بنتوارثه جيل بعد جيل، يعني من سيدي لأبوي لإلي لأولادي بالمستقبل. راجع راجع راجع. على أرض قرية اللجون المهجرة بالقرب من مرج ابن عامر أقيمت إحدى مسيرات العودة لهذا العام، فشواهد القرى راسخة في وجدان أصحابها عبر الأجيال. يا بلاد لن عدنا كما كنا، لزينة بلاد بالورد والحنة، يا دار العز وين أهلك هالملاح، نتذكر مقاعدهم هالملاح. وهنا قرر أهالي قرية مسك في السهل الساحلي إقامة إفطار رمضان في أرضهم المسلوبة. بكيت دموع تعميت عيوني، بكيت دموع على فراك البلاد، صار يجي اليهود يطخوا على البلد، يكفوا على هذيك الظهرة بكل الشيخ رسلان وطول الطخو بكون هاند بركة بيارة بكلوا لها بيارة عبد اللطيف صلاح، يا كفو هناك ظهرة وصلوا طخو على البلد. سيدو ستة كانوا من بلد اسمها مسكة، وأنا بحب كثير هذا البلد، سوف نعود يوما ما. كانت صبية في عمر العشرين عندما تهجرت، وما زالت تستهدي في حياتها بنور العودة التي لا بد منها. هناء محميد، قرية مسك المهجرة، الميادين. الظهيرة مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. بعد تأييد المحكمة لإلغاء تهم الفساد بحقه، لولا دا سيلفا يعود إلى الواجهة السياسية مجدداً. أهلا بكم من جديد، ونستأنف الظهيرة من اليمن، حيث تتواصل المعارك بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى في الناحيتين الغربية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب. وقد اشتدت وتيرة المعارك بين الطرفين في منطقة الدشوش وتحديدا في دش الخشب شمال غرب محافظة مأرب، وسط أنباء عن استكمال الجيش واللجان السيطرة على الموقع. وكانت مصادر ميدانية قد أكدت للميادين استمرار المواجهات على جبهتي الكسارة والمشجع في مديرية صرواح غرب مأرب.
قالت مصادر مطلعة للميادين أن الجزائر عبرت عن امتعاضها الشديد من التقارب التركي مع الحركة الانفصالية الرشاد، وأضافت أن ممثلين عن الحكومة التركية اجتمعوا في مناسبتين مع عناصر من الحركة في اسطنبول وأنطاليا. المصادر أشارت إلى أن هذه الحركة تحاول إعادة التهيكل من جديد بدعم وتمويل تركيين، وأن بعض مؤسسيها مطلوب للعدالة الجزائرية بتهم الإرهاب. وأضافت أن الخطوة التركية ستضع العلاقات بين البلدين على المحك وتدفع الجزائر لمراجعة العديد من القرارات. إلى البرازيل، حيث أيدت المحكمة العليا إلغاء إدانات بالفساد صادرة بحق الرئيس السابق لولا دا سيلفا، ما يجعله مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2022. تقرير حسن شرارة. بأغلبية ساحقة اتخذ قضاة المحكمة العليا البرازيلية قرارا أعاد الرئيس السابق لولا دا سيلفا إلى الواجهة السياسية من جديد. فالقرار الذي أيد اعتبار المحكمة التي حكمت على لولا في قضيتين غير مخولة للبت بالأمر، أطاح بالإدانات القضائية التي اتهمت الرئيس اليساري بالفساد، ما يسمح للأخير وبتأكيد القضاة ذاتهم بالترشح لولاية رئاسية جديدة، وبالتالي لاحتمال المواجهة مع الرئيس اليميني الحالي جاير بولسونارو. لم نبدأ هنا حملة الانتخابات عام 2022، لكن بقرار المحكمة العليا لولا مرشح. قوموا بإجراء مقارنة بين وزراء لولا ووزرائنا. إذا عاد لولا بالتصويت المباشر تصويت قابل للتدقيق فلا بأس بذلك، لكن تخيل كيف سيكون مستقبل البرازيل مع نوعية الأشخاص الذين سيحضرهم إلى الرئاسة. كلام بولسونارو هذا كان قد سبقه تصريح حاد لدا سيلفا، وصف فيه خلال مقابلة تلفزيونية بولسونارو بالفاشي المرتكب لإبادة جماعية، مرجعا ذلك لمسؤوليته عن ضحايا وباء كورونا، قبل أن يؤكد أن المواجهة مع بولسونارو بدأت بالفعل وإن لم يكن هو المرشح المنافس له. هذه المواجهة ليست وليدة الساعة بين رئيس يساري وآخر يميني متطرف، فبعد أن كان دا سيلفا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية السابقة، طالته تهم الفساد التي أودت به إلى السجن لثمانية عشر شهرا، رغم تأكيده لبراءته باستمرار والحديث عن مؤامرة سياسية منعته من الترشح حينها. يترقب البرازيليون قرار المحكمة العليا المرتقب الذي سيحسم في جلساته المقبلة قرار تبرئة دا سيلفا، وينظر في ملف القاضي الذي حكم عليه بالسجن إن كان قد انحاز ضد مصلحته، وهو ما مالت إليه الغرفة الثانية في المحكمة العليا في آذار مارس المنصرم. والآن إلى موجز الاقتصاد مع اليسار كرم. اليسار، يبدو أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي السوري أدت إلى تعافي الليرة السورية، أليس كذلك؟ تماما، هناك مؤشرات إلى بداية التعافي، على أن يعني نراقب الأيام المقبلة ماذا ستحمل. تفاصيل معك. شكرا لك. إذن برزت مؤشرات على تعافي الليرة السورية بعد سلسلة إجراءات اتخذها المصرف المركزي السوري أمس، وأبرزها مضاعفة سعر الصرف الرسمي إلى 2500 ليرة مقابل الدولار، وتسليم الحوالات المالية من الخارج بسعر يفوق سعر السوق الموازية. المركزي كان قد أوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو السيطرة على سعر الصرف وإعادة الدولار إلى القنوات الرسمية. بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار تعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز والطاقة البديلة مع شركة لوك أويل الروسية، وإثر لقاء مع مسؤولين في الشركة الروسية قال عبد الجبار إن آفاق الاستثمارات المستقبلية متاحة، وأكد أن الشراكة مع الجانب الروسي تسهم في تطوير صناعة النفط وزيادة الأرباح وخفض الأكلاف البيئية للأنشطة النفطية. أنهت شركة سوناتراك الجزائرية عقدا مع شركة بيترو سيلتك البريطانية أبرم عام 2004 لاستغلال حقل غاز جنوب شرق العاصمة، وإدارة الشركة البريطانية وصفت قرار سوناتراك بالعدواني، وقالت إنها ستطالب قضائيا بتعويضات قيمتها مليار دولار، ولا سيما أنها تستحوذ على 38.5% من المشروع. بدورها أوضحت الشركة الجزائرية أنها طالبت بيترو سيلتك مرارا باحترام التزاماتها الواردة في العقد من دون جدوى.
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الكويتية إلى مزيد من إجراءات التقشف وحماية الفئات الأكثر ضعفا بعدما رصد تراجعا ملحوظا في الموازنة العامة بالمقارنة مع العام الماضي. بعثة الصندوق إلى الكويت قدرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% ولفتت إلى وجود حاجة ملحة لضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي. حقق اقتصاد الصين نموا يفوق 18% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام بدعم من الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الاستهلاكية، ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 3816 مليار دولار، في زيادة تصل إلى 10% عن العام 2019. وبذلك تكون الصين قد حققت معدل نمو لمدة عامين يزيد عن 5% بعد احتساب التضخم. تواصل أسعار النفط ارتفاعها في ظل تعافٍ اقتصادي قوي في الصين وتراجع أكبر من المتوقع في احتياطيات النفط الأمريكية، وارتفعت أسعار عقود برنت إلى أكثر من 67 دولارا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي إلى 64 دولارا للبرميل. وأظهرت البيانات الصينية ارتفاع واردات الخام بنسبة 3.5% إلى 11 مليون و200 ألف برميل يوميا. مع الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام الظهيرة، وهذا تذكير بعناوينها. إيران تعلن نجاح علمائها في إنتاج الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. 8 قتلى وعشرة الجرحى في إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية. بايدن يتوعد روسيا بالمزيد من العقوبات، والصين تعتبرها إجراءات هيمنة أحادية يعارضها المجتمع الدولي. غارات إسرائيلية على غزة فجرا، والاحتلال يواصل اعتداءاته على المقدسيين لليوم الثالث من شهر رمضان. وكان في الاقتصاد، بعد إجراءات المصرف المركزي السوري سعر صرف الليرة في السوق الموازية يرتفع. مسلسل تجديد عقد ميسي يبدأ، برشلونة يقدم عرضه الأول للحفاظ على أيقونته الأرجنتينية. وللمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.